من الـ LBC مساء الخير إليكم. أبرز عناوين نشرة الليلة: تفجيرات في سوريا تذكر بالحالة العراقية، إطلاق نار سوري على متزلجين لبنانيين في جبل الشيخ لاعتقادهم أنهم مهربي أسلحة، والضمان والتعرفة الاستشفائية هل من مخرج؟ نشرة أخبار الثامنة من الـ LBC مع بسام أبو زيد وديما صادق. مساء الخير. غدا عيد العمال، ولكن بأي حال يعود على عمال لبنان؟ العيدية صفيحة بنزين بأربعين ألف ليرة، وربطة خبز أنقص منها رغيف لئلا يموت ديب الدولة ولا يفنى غنم الأفران، فدفع المواطن الثمن رغيفا من كل ربطة. وعشية العيد أيضا يقف مريض الضمان على أبواب المستشفى، وهو سيكون فرق عملة في الصراع بين الضمان والمستشفيات الخاصة من دون أن يكون هناك في الأفق ما يشير إلى حلحلة أو معالجة. السياسة ليست أفضل من الشؤون الحياتية والمعيشية. سجال بعبد الرابي متواصل، واليوم أعلن العماد بشلعون بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح الذي عقد اليوم بدلا من غد لمصادفته مع عيد العمل، أعلن أن رئيس الجمهورية أصبح ملزما معنويا توقيع اعتماد 8900 مليار ليرة، وأن عدم توقيعه يشل الإدارة. في المقابل وصف النائب جنبلاط مواقف العماد عون من رئيس الجمهورية بأنها حفلات مزايدة يومية لا توفر رئيس الجمهورية وتعيبه على أنه انتخب بالتوافق. جنبلاط وفي موقفه الأسبوعي رفض النسبية رفضا قاطعا، معتبرا أن رفعها هو بسبب رغبة جامحة لإقصاء الآخر. وسط هذا السجال لفت اتصال وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون برئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، مبدية رغبتها في إفادة مساعدها جيفري فيلتمان إلى لبنان، إشارة إلى أن فيلتمان كان زار لبنان في الثامن من كانون الأول الماضي وأبدى رغبة بلقاء رئيس الجمهورية الذي لم يحدد له موعدا، فغادر من دون أن يلتقيه. وقبل الانتقال إلى الشأن السوري، نشير إلى حادثة إطلاق نار من الجانب السوري على متزلجين في جبل الشيخ في الجهة اللبنانية، وجاء هذا الحادث إثر اعتقاد السوريين أن المتزلجين مهربو سلاح. أما سوريا فيبدو أن الحالة العراقية بدأت تهز سوريا بالتفجيرات.